حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا لكم من بعد الوقفة القصيرة، مستمرين مع برنامج خميس وجمعة. نستكمل الجزئية الأخيرة من البرنامج اللي نحن نندمج فيها أكثر مع المجتمع ونصنع لنا رأينا الخاص مع ضيوفنا، ودائما نتفق مع ما يصب في فائدة المجتمع ونحاول وضع رأي وحل ربما في قضيتنا. طبعا أجدد لكم التحية شيخة وفاطمة، حياكم الله من جديد. الله يحييك. شيخة فاطمة، يعني أكيد في ظواهر معينة في المجتمع وفي موضات وأمور جديدة من تنزل، إن إحنا نشوف جيل الشباب ينصاعون وراء هذه الموضات الجديدة والموجات الجديدة، بغض النظر عن سلبياتها وعن إيجابياتها. شو الشيء أو شو الظاهرة المنتشرة في هذا الوقت وتحسون إن هي تنرفزكم؟ تفكرون في الإجابة؟ في ظواهر كثيرة طبعاً أكيد اللي يمكن نشوفها، يمكن مسببات هاي الظواهر رأيي الشخصي مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن بما أن هي الصفحة الوحيدة اللي الكل يقدر من خلالها أنه يشوف أي ظاهرة سواء في الدولة أو خارج الدولة. بالنسبة للشباب، يمكن الظاهرة اللي تكلمتي فيها في البداية اللي هو ابتعاد الشباب عن العادات والتقاليد، خلينا نتكلم أكثر عن التراث. الآن إذا يمكن سألنا أي شاب، نحن ما نقول يمكن إحنا اليوم شباب أو شابات بنعرف هذا المصطلح وبنعرف هذا المثل، ولكن تستغربين بعض الشباب ما يعرفون هاي العادة بأكملها. نعم. يعني هاي العادة اللي مارسوها أهلكم وأجدادكم، ونحن دائما يعني نحن كشباب هذا دورنا نكون حريصين نوعيهم أيضا على هذا الموضوع. يمكن ظاهرة اللي هو الواحد ابتعد عن عاداته وتقاليده، مجرد لسافر برا ابتعد أيضا عن عاداته وتقاليده ونسى هويته الوطنية. جميل. وبالنسبة لك فاطمة، شو الظاهرة المنتشرة واللي تنرفزك؟ أنا اللي ينرفزوني البنات بس، الشباب أوكي يمكن الشيء يعني يرومون يسوون شيء عقب إني هذا ما في شيء يقيدهم، إيه بس إن البنات ما أعرف شو أقول الصراحة، بس في يعني حدود المفروض ما يتعدى. ممكن لكل بنت شيء حد، يعني لازم شيء خط أحمر أنت ما ترمين تتعدين سوري هالخط. شيء بنات اللي أنا أشوفه يعني إنه في السناب ولا في الإنستغرام، يعني مثلاً تشتهر بطريقة سلبية. أول شيء ما يكون عندها هدف أو رسالة توعوية، ما عندها وسمعت الدولة، يعني هم ما يقولون هاي فلانة بنت فلان، لا ما يعرفون، يقولون هاي بنت الإمارات مثلاً. فهم أنا بس هاي الفئة اللي جميل اللي أتنرفز. تحبون العزايم؟ من هو يحب العزايم؟ أنا مخسرون عليها. انا عن نفسي يمكن فاطمة ما اشوفها ببعض، حتى العزايم اللي تكون بين الاهل يمكن احيانا ما اشوفها. ليش ما تحبين العزايم فاطمة؟ ما احب الزحمه والحشره. وبالنسبه لك انت شيخه، ثاني شيء من بعد الشنط احب العزايم، احب جلسه الربع والاهل، اجتماعيه وايد اجتماعيه، يمكن الكل يقول لي اجتماعيه، واحب اني اصرف على العزيمه. احب شو رايكم في الناس اللي دائما مثل ما ذكرتي تحبين تصرفين انت على العزايم، بالناس اللي يصرفون باللي يصرفون في العزايم؟ موضوع الاسراف يمكن هذا نشوفه بالاخص في مجتمعنا، يعني مجتمع دوله الامارات وبالخليج بالاخص. يقول منقود اذا صرت عزيمه ما شفت ذبيحه ولا ما شفت شيء يعني يليق بمقامك، فيمكن هذا الشيء اللي في بالهم ان عيب كلمه العيب هاي. لكن تستغربين من بعض يعني تشوفين عزايمهم في يعني بالفعل فيها اسراف، فيها اسراف غير الاعراس اذا نتكلم عنها. الاكل تشوفينه زايد، والحمد لله يعني الحين اللي هو بنك الطعام المبادره هاي المبادره عام الخير، نعم حفظ النعمه اللي موجوده، يمكن تغنينا عن هذا الامر، تشوفين الاكل يعني بكميات كبيره، فهذا يمكن الشيء اللي يزعجنا يعني الحين. جميل. طيب شيخة وفاطمة، نحن دائما في كل حلقة نطرح قضية مجتمعية تكون مع الوالد خميس والوالد جمعة، فشو رايكم نطلع هذا التقرير نشوف شو موضوعهم اليوم ونرجع من بعده. يميح انت يا لسه هنا وانا ادورك من مكان لمكان، وين زايرتي وين زاير؟ الشوربة يبالها سكون حارة، خوفيت الله يهديك. الحين اخي حارة وخوفيت الشوربة، وانا حارة هناك وخايفان من المدير يفنشني. انت قلت لي 10 دقائق وسويت لي تليفون، عقب قلت لي ربع ساعة، والربع ساعة استوت نص ساعة، والحين باجي على الدوام ساعتين يا يميع ساعتين. انت شو خاتك انت عين؟ وين صديق وقت الضيق؟ وين اللي بيغطي؟ ها؟ وين السند؟ افا 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 يا خميس. وين 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 اي صديق تمت؟ ابنت في شعري
بطل كندورتي كل مره اسويها فيه كل مره يميع. يا خميس بارك الله فيك، انا تراني نفقت على الخبز هاي والشوربه بارك الله فيكم ما نفع وياها يب مراوح وما نفع، حطيت ثلج وما تبرد شو تبغى اسوي يعني هدا. إيلس إيلس يا إيلس ما تون علي بعد ما تشربها، شرب ابوي شرب شرب. يا الله بيلس وياك ابوك شو اسوي لا حول ولا قوه. رزاق بيد الله يا خميس، بيد الله بيد الله، نعم بيد الله بيد الله. ما شاء الله ما شاء الله، الجماعة مبسطين والمدير هناك ينتظرنا. أنا ما شرب مودي يا شرب طال عمرك، وانت تعال شو اللي طالعنك من الدوام انت؟ اي غطي خرابيط، الدوام خلص وانت ما شاء الله عليكم قاعدين هنا وتاكلوا كأنه ما صاير شيء، لا دوام ولا شيء. ما عليك منه، ويلا شغل تلفونك ويلا سناب حط سناب. قوموا نشت المدير انتظرنا هناك. وديش انتظرنا وانت شو خانتك هناك؟ انا شو خانتي؟ المدير فنشنا فنشنا كنا المدير. شو قاعد تخلي فنشنا وانا مطلع لك متابعين والسناب؟ صور صور سناب. اي سناب اي خرابيط، الحين قوموا فزوا بعمركم، قوموا منسير نلحق على المدير. انت مصدق المدير فنشنا؟ فنشنا قعدت مسخرا العب وياكم. خلاص جيب لك كرسي ويلا سعيد. يلا عيد. شفنا معاكم شيخة وفاطمة هذا التقرير، تقرير والد خميس والوالد جمعة، أيضا كانوا يتكلمون عن العزايم وعن الإسراف اللي نحن نشوفها ببعض العزايم، ونحن دائما ننصح الناس أن يبتعدون عن التبذير، يبتعدون عن الإسراف. فمن بعد هذا التقرير شيخة وفاطمة أيضا راح ندخل في موضوع آخر مشاهدينا. أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون شعاره عام الخير، ودعما لهذا الفكر مشاهدينا جهز لنا فريق العمل تقرير. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع من بعده. بالتضامن مع عام الخير، أقام مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية حلقة نقاشية حول كتاب الهندسة الذهنية في القرآن الكريم ضمن المبادرات الثقافية التي يقوم بها المركز في هذا العام، حيث أن المحاضرين يقدموا محاضراتهم طوعيا دون مقابل، والحضور مجاني لكل من أراد أن ينهل من معين العلم، ولأن الثقافة والخير وجهان لعملة واحدة في خدمة الإنسانية، تأتي هذه المبادرة لتؤكد على دور الثقافة في تنمية الوعي الحضاري الداعم للخير والدافع للقيام به. تحت راية عام الخير الذي أطلقه صاحب السمو خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، وهذه المواسم الثقافية التي تحدث في موسم الخير، ومن ضمنها تناول محاضرة تحت عنوان الهندسة الذهنية في القرآن الكريم، وهو في الحقيقة مؤلف من الله عز وجل علي به، بإذن الله يكون بكورة مؤلفات أخرى حول مشروع الهندسة الذهنية في القرآن الكريم. يتناول هذا المشروع أبجديات إقراء القرآنية، وكيف يقرأ الإنسان القرآن الكريم، وكيف يفهم الإنسان القرآن الكريم من خلال العمليات الإدراكية في القرآن الكريم، التفكر والتدبر والتعقل والاعتبار والاستبصار والإنصات والاستماع إلى آخر هذه الأبجديات. الحلقة النقاشية تناولت كتاب الهندسة الذهنية في القرآن الكريم، أكد فيها المحاضر على دور القرآن الكريم ببناء شخصية مبدعة تعمل على ضوء العلم وتنشط في مجال البحث العلمي واكتشاف الكون ضمن الأدوات العلمية التي أتاحها لنا الله عز وجل. هذا النشاط طبعا اليوم هو عبارة عن حلقات نقاشية في موضوعات تقوم على قراءة في كتاب. ستكون هنالك مجموعة من هذه المناشطة التي قلنا أنها ستكون كلها بالتضامن مع حملة عام الخير، تقرأ مجموعة من الكتب التي من شأنها أن ترتقي بالإنسان يعني جسدا وروحا وعقلا وهكذا، بالطريقة التي توصلنا إلى خلق إنسان يعني بحالة قدر الإمكان يعني تسعى إلى المثالية والتكاملية لإيجاد يعني نوع أو جيل جديد قادر على صناعة مجتمع بناء على أدوات معرفية حديثة. تأتي هذه المبادرة لتؤكد على دور الثقافة في بناء جيل يتميز بحس إنساني ويحمل قيم العطاء والبذل والتسامح لخدمة الدور الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.
شفنا في هذا التقرير عن إحدى الأعمال التطوعية والأعمال الخيرية، بالنسبة لكم في مرة دخلتوا في مجال تطوعي، في مرة كنتوا متطوعين في إحدى البرامج والفعاليات؟ أنا عن نفسي من شفت التقرير طبعا شفت عن العمل التطوعي تكلمت فيه يمكن بداية أن رئيس الدولة طبعا صرح بعام الخير. نعم. من إحدى المسارات المهمة في عام الخير مسار التطوع. نعم. عندنا جهة مختصة فقط بتنمية الفعاليات التطوعية والشباب دخولهم تكون هذا المجال تكون متطوعية تحت سقف واحد. نعم نعم أكيد. وشيء الحلو إحدى الجامعات طبعا في الدولة ألزامي 100 ساعة تطوعية لكل طالب كونه طبعا إحنا طلاب جامعيين أنه طبعا يتخرج ب 100 ساعة تطوعية. إذا بتكلم عن نفسي عن مجال التطوع، أنا أحب هذا المجال، تعلمته من أمي بعد ما تركت العمل الأساسي، دخلت مجال تطوع و15 سنة هي كلها تطوع في مجالات متعددة، فيمكن تعلمت هذا الشيء منها. وغير هذا أيضا أنا عضوة في فريق نشام الإمارات التطوعي، فريق طبعا في جميع فئات العمرية من مختلف إمارات الدولة. يمكن تطوع يمكن البعض فاهمنا تنظيم فعاليات فقط، أن يكون في فعالية أسجل شخص معين وهذا، لكن أنا أقول اكتشف الجانب التطوعي ترى جانب جدا جميل. أنا بالنسبة لي أجمل عمل تطوعي قمت به سافرت أفريقيا، كنت الحين بطريقة الموضوع جميل، فسافرت أفريقيا مع طبعا زميلاتي في الكلية. هاي تجربة يمكن اللي جربتها غير عن كل الأعمال التطوعية اللي قمت فيها، كانت مبادرة. شنو يميز العمل التطوعي اللي كان خارج الدولة عن الأعمال الثانية اللي شاركت فيها؟ أكيد الأعمال اللي تكون خارج الدولة يمكن تكون مميزة أكثر، هني أنت طالع باسم دولة، هني أنت تقول أنا بمثل دولتي، أنك تكون لابس زي ويكون في علم بلادك وأنت ساير هناك، هذا اللي يميز. فهذا العمل كان رحلة لمدارس الشيخ حمدان. نعم. طبعا طول الله بعمره، في ولاية أو في كيغالي رواندا، في المدارس الموجودة الخيرية اللي موجودة هناك، فقمنا بتجميع تبرعات من جهة معينة طبعا، وخذنا لهم الآيباد اللي هو نحن دخل عندنا التعليم الذكي، فليش نحن كطلاب ما نشارك هؤلاء طبعا بتعليمهم، ليش ما نخلي التعليم مجاني للجميع بما ان احنا ايضا عامل خير. فكنا موجودين عندهم، مشاركة حلوة اسبوع كامل واحنا موجودين عندهم ونعلمهم كيف يستخدمون الايباد. يعني تتخيلين ان دولة افريقية ما شافوا هذا الجهاز لكن فجأة يشوفون، دخل عليهم شيء جديد فرحهم، فهذا كان بالنسبة لي انجاز، وحتى انهم زعلوا ليش ان احنا بنرد البلاد، وكانوا حابينهم يتعلمون. جميل. مجرد ان شفت النتيجة ان خلاص هاي الطالبة وهاي المجموعة تعلموا على هذا التطبيق، قلت هذا انجاز بحد ذاته. اكيد. وبالنسبة لك فاطمة، في فعاليات او في برامج تطوعية شاركتي فيها ودخلتي فيها؟ لا علينا الحين ما تفكرين تدخلي مجالات تطوعية؟ ان شاء الله. شيخه، بما انك انت شاركتي في مجالات تطوعيه داخل وخارج الدوله، شو الاشياء اللي تحسين ان هي تغيرت فيك قبل ما تدخلين مجال التطوع وبعد مجال التطوع؟ مجرد الواحد يختلط مع ناس مختلف فئات الاعمار والجنسيات تغير عنده مفاهيم كثيره في حياته. نعم. فهمت ان التطوع ان الحياه بسيطه، مجرد انك انت تبتسم بس ابتسامه تغير الحياه باكملها، مجرد ان انت عندك شيء حاب تستغله استغله في مجال الخير، مثل ما ذكرنا التعليم. الان احنا نتلقى التعليم مجاني من الدوله الحمد لله، اجهزه متطوره الحمد لله، مواد يعني الواحد يمكن في دول ثانيه ياخذ هذه المواد مبالغ يعني ومحصل، ولكنك انت تشارك هذا التعليم مع الاشخاص طبعا، ابتسامه تعلمتها، الصبر، الثقة أكثر، كسبتي أيضا أشياء جديدة، خبرات يعني صفات جديدة، تعرفت على علاقات وأشخاص يعني في مجالات متعددة غير مجالي. جميل. وما بين صداقة إلى الآن يعني، هذه يمكن وسعت ثقافتك أيضا من خلال شركاتك. نعم. في الأعمال التطوعية. طبعا فاطمة وشيخة، نحن وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا مثل ما نحن استمتعنا بحضوركم، يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية على استضافتكم الجميل، ونشكرك أيضا طبعا على أسئلتك الخفيفة وهذا البرنامج المسائي الجميل. شكرا. يعطيكم ألف عافية على هذا الحضور. شكرا لكم. طبعا مشاهدينا، مهما اختلف الطموح وتعددت اتجاهاته، يبقى القاسم مشترك هو السعي للنجاح وتحقيق ما نصبوا إليه. أتمنى لكم مشاهدينا ليلة سعيدة وتصبحون على خير، ومع السلامة.